تهمة التحرش الجنسي تقصي منصف السلاوي من منصبه. مرحبا بكم على أنوار بوست. أعلنت شركة غالفاني بيو إلكترونيكس الأربعاء أنها طردت الخبير منصف السلاوي من مجلس إدارتها، وذلك بتهمة التحرش الجنسي والسلوك غير اللائق. وقالت الشركة في بيان الأربعاء إن قرار طرد السلاوي جاء بعد أن تلقت شركة جي اس كا رسالة تحتوي على مزاعم بالتحرش الجنسي والسلوك غير اللائق حدثت قبل سنوات في الشركة من قبل الدكتور السلاوي. وشركة غالفاني بيو إلكترونيكس هي عبارة عن شراكة بين جوجل سبينوف وشركة الأدوية العملاقة غلاسكو سميث كلاين. وأضاف بيان الشركة أنه فور استلام الرسالة بدأ مجلس إدارة شركة جي اس كا تحقيقا مع شركة محاماة ذات خبرة، وقد أثبت التحقيق صحة مزاعم التحرش. وتابعت الشركة أن سلوك سلاوي غير مقبول على الإطلاق ويمثل إساءة استخدام لمنصبه القيادي، كما ينتهك سياسات الشركة ويتعارض مع القيم التي تحددها ثقافة جي اس كا. يذكر أن منصف السلاوي من مواليد المغرب ويعيش في الولايات المتحدة، وكان قد جرى تعيينه من قبل إدارة ترامب ضمن ما يسمى بعملية الوارب سبيد لتسريع جهود تطوير اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد. عزيزي المشاهد، ما رأيك في هذه القضية؟ لا تنسى الاشتراك وتفعيل جرس الإشعارات لتتوصل بجديدنا دائما.